أهلا بكم مشاهدينا. طفى على سطح مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ إرهاب طرقات الذي ما زال يحصد أرواح المواطنين في كل ربوع الوطن، وبعد الحادثة التي وقعت في الطريق الوطني رقم 6 في النقطة المسماة واد خبازة بن عامة، جاء حادث مرور مأساوي آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين وهران وعين تيموشنت ببلدية حاسي الغلة، بعد سقوط سيارة من الممر العلوي المؤدي لشاطئ ساسل. وهذا الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتابع. حسب إحصائيات للحماية المدنية، فقد سجل خلال 48 ساعة الأخيرة وفاة 29 شخصا وجرح 53 آخرين. ناشطون أرجعوا السبب الرئيسي لحوادث اليومية التي تقع في طرقاتنا للسياقة المتهورة والتجاوزات الخطيرة، كهذا الفيديو الذي وصلنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره من وادي العثمانية ولاية ميلا. نتابع. شوفوا يا خالتي، السلام عليكم. شوفوا كيفاش يصراو لي ديغاجو، جا كاميون يدوب ليها ديراكت، غير دخل وجاي كاميون واحد اخر منها. ربي يهدينا ان شاء الله. علق سيف على هذا الفيديو محللا قائلا في هذا التعليق: الخط متواصل وزد انحراف، مخالفتين، وحتى وان كانت الشاحنه التي امامك تسير ببطء يجب السير وراءها حتى تصبح في طريق مستقيم وخطوط متقطعة والرؤية جيدة، لأن التجاوز عنده شروطه، مثل هذا التجاوز قد ينتج عنه كارثة بشرية. رب يهدينا هذا مكان. المغردون زادوا على التجاوزات الخطيرة السياق المتهورة كالتي سنشاهدها في هذا الفيديو. جمهور الفيسبوك لا يفوته حادث يخل بالنظم العامة إلا وعلق عليه. فهذه زهية كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان. أما صابرين تتأسف على الوضع قائلة: هربنا من الكورونا، اصطدمنا بأخبار فاجعة من إرهاب الطرقات. إحصائيات لرشيد شرفاوي كتبها في تعليق مغردا: ربي يرحمهم والله يستر، الجزائر تحتل المرتبة الأولى في حوادث المرور، الله المستعان. عبد النور صحبي أدلى بدلوه وعلق: يجب فتح تحقيق ومحاسبة الشركة المنجزة ومكاتب الإنجاز ودراسة طريق كارثي، وخاصة الممر العلوي، الجميع يعلم حال هذه الطريق. عماد هو الآخر، علق على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث، حيث قال: الله يرحمهم، هذا سببه السرعة المفرطة لأصحاب الحافلات وسائقو الوزن الثقيل بصفة عامة، إلا من رحم ربي.